الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة بإذن الله تعالى عايزين نتعرف على معلومة بس كده على السريع. المعلومة دي ليه الثمار بتاعت الطماطم بتكون رفيعة أو صغيرة، ما بتكبرش قوي يعني، ليه؟ إيه السبب؟ ايه السبب في ان الثمار بتاعت الطماطم ما بتكبرش وبتديني احجام صغيرة؟ الحقيقة الظاهرة ده هي ممكن تكون طبيعية وممكن تكون غير طبيعية. تكون طبيعية فين؟ لو ما بطلع انا برب الطماطم لفوق وبتعلى الطماطم زيادة عن اللازم، فطبيعي ان الطماطم عندي لازم الحباية بتاعتها او الثمار تكون رفيعة، تمام؟ ده شيء مسلم به، بس ممكن أزودها أو ممكن أعتني بها. ودي ليه؟ لأن النبات بيبدأ يا جماعة لما أنا بجمع الأدوار اللي تحت ديت وبطلع فوق، النبات بيبدأ يوصل لمرحلة شيخوخة يعني، وهو ولما الثمار دي نزلت كان النبات أصلا في حالة شباب، نمو خضري مظبوط، الحالة الغذائية بتاعت النبات تمام، مفيش أي مشكلة خالص، فابتدى يديني الثمار اللي هي الكبيرة دهيا تمام. لما ابتديت أطلع فوق بقى يعني، دي لسه هتجيب كويس، أنا بتكلم لما تطلع فوق قوي يعني، ماشي؟ لما تطلع فوق مثلا على الثلاثة متر، دي البيت على الثلاثة متر كده، لما تطلع على الثلاثة متر كده هتبدأ أساسا عندك تبدأ الثمار عندك تبقى صغيرة، تمام؟ ليه؟ قلنا عشان النبات ابتدى يوصل لمرحلة يعني الشباب انتهت ودخل في مرحلة يعني مش عايزين نقول الشيخوخة لأنه برضو بيجيب، ولكن ابتدى عملية الامتصاص والحالة الغذائية بتاعت النبات ما بتكونش زي النبات وهو صغير، تمام؟ دي حاجة. طيب الحالة اللي فوق دي يعني عشان أبدأ أزبطها كويس أعمل إيه؟ أهتم بالتسميد الورقي أفضل من التسميد الأرضي كمان، ده حسب خبرتي وحسب ما عملت كذا تجربة عليها بدون أن ما أدخل بقى في المجلدات والجماعة اللي بتكلموا. المهم لقيت أن أنا كل ما بسمد تسميد بوتاسيوم سايل مع بوتاسيوم ورقي، تسميد ورقي، ابتدت الحباية او الثمار تبقى تكبر عندي، ما كانتش زي الاول تمام. دي بصراحة نتيجة خدتها مع الاهتمام برضو بالتسميد الارضي، مش بنقول امنع التسميد الارضي، ولكن ياريت في كل رش ان كان فطر او حشري حاول تدخل عنصر البوتاسيوم او حتى على الاقل مركب محترم من 20-20-20 او بوتاسيوم زايد شوية يعني، مرة الرش 20-20 ومرة نرش عالي بوتاسيوم، هيبدأ يديني نتائج كويسة جدا جدا جدا. دي رقم واحد، يبقى رقم واحد عرفناها. طيب رقم اتنين، امتى ما تكونش طبيعية؟ ممكن تكون طبيعية كمان لو الصنف نفسه ظروفه كده، صنف نفسه ظروفه كده. ليه؟ في ساعات تلاقي عيلة من العائلات مثلا تلاقيها كلها قصيرة، دي صفة في العيلة، عيلة من العائلات تلاقيها ما شاء الله أجسامها كويسة، دي صفة. الصنف نفسه نفس القصة، ممكن الصنف نفسه تكون الحباية بتاعته مش كبيرة تمام، الصنف النيوتن ده هو الحب بتاعه كبير ما فيش أي مشكلة فيه يعني، حبيته مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي يعني، متوسطها نقول من 125 ل 150 أو 175، حباية كويسة جدا تمام التمام تمام. يبقى دي تالي حاجة إن الصنف نفسه يكون فيه الشغلانة دهيا، صنف نفسه. طيب لو أنت زرع الصنف قبل كده، لو أنت زرع الصنف قبل كده وعارف إن الصنف أساسا كويس وحصل عندك إن الثمار صغيرة، يبقى في ايه المشكل؟ ممكن تكون الحالة الغذائية عندك او التسميد عندك مش كويس، وخصوصا عنصر البوتاسيوم. وانا بصراحة مش من النوعية اللي دايما احشر البوتاسيوم في كل حاجة، احشر البوتاسيوم في كل حاجة، لا، انت ممكن يكون فيه عناصر تانية ناقصة بتأثر برضو على الحجم بتاع الثمار عندك، تكون صغيرة مش لازم كله بوتاسيوم، ممكن يكون خلل في الكالسيوم، ممكن النيتروجين عندك ما يكونش كويس وبالتالي النمو الخضري ما يكونش كويس وبالتالي الليف اريا او مساحة الورقة ما بتكونش كويسة وبالتالي العمليات الحيوية ما بتكونش كويسة وبالتالي الثمرة ما بتكونش كويسة. دي لازم نحط الافكار دي كلها في دماغنا، مش نقول ان الحباية صغيرة حط بوتاسيوم. انا بسمع حاجات على السوشيال ميديا قسما بالله ما انزل الله بهم سلطان، في ايه؟ انا مش عارف
تمام. الزراعة علم ودراسة وخبرة يا جماعة. اللي قاعد في المكتب وعمال بيقرا له كلمتين في اي مجلد ان كان عربي ولا اجنبي، الكلام ده هو لازم تنزل الميدان وتشوف الدنيا فيها ايه وتعمل تجاربك بنفسك وتشوف الدنيا فيها ايه. ما بنقللش من الدراسة النظرية، ولكن لابد الاثنين يكونوا مع بعض، دراسة عملية مع دراسة نظرية، واعمل تجارب لنفسك مش هتخسر حاجة. تمام. فبنقول ممكن التسميد عندك يكون قليل، تمام، او الحالة الغذائية عندك ما تكونش مظبوطة، او ممكن العدد عندك يكون زي ده. هو شايف الدنيا دي؟ طب ما العدد لو زاد ماشي، زي شايف العدد لو زاد فيه مشكلة، بس الحمد لله هنا مش مشكلة. ليه؟ الحبة دي كويسة ودي كويسة ودي كويسة، ولسه ما كملناش كمان، اعتقد ان هم كملوا اساسا. مش وحش يعني. الكلاستر عندي نعده مع بعض كده نشوف، ادا 2 4 ادا 6 ادا 8 ادا 10 ادا 12. لما يكون الكلاستر عندي 12 ده ممتاز 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 في الاحجام اللي انا شايفها دهيا، تمام. فممكن العدد عندك يكون كبير، تمام، العدد عندك كتير، فبالتالي الثمار ما بتكبرش، بس برضو ما يكونش عيب تجاري فيه، لان انا ممكن الثمار لحد كده ما فيش اي عيب تجاري، يعني ما فيش اي عيب تجاري في الثمار اللي انا ماسكها ديت. امال العيب في ايه؟ العيب التجاري بقى لما انا مثلا، هي دي لسه ما كملتش، بس انا لو واحده زي ديت صغيره فبيطلعها على طول فرز، حاجه زي كده صغيره هي لسه ما كملتش على فكره، ده لسه يعني بتقول. دي المشكله اللي هي الحب، نقول الثمره اللي هي اقل من 50 جرام، دي بتصبح عبء عليا وانا بسوق المحصول بتاعي، تمام. طيب في سبب تاني؟ في سبب تاني. لو درجه الحراره عاليه، وانا بقول في رايي الشخصي لو هي فوق ال 28 للثلاثينات كده او فوق ال 30 بالذات، اصبح عندي مشكله، ومشكله جامده جدا 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 بالنسبه للثمار بتاعه الطماطم. ما بتكبرش. ليه ما بتكبرش؟ هقول لحضرتك ليه ما بتكبرش. المجموع الخضري اساسا واقع عليه عبء حراري، الحراره عاليه، تمام. النبات عمال بيبذل قصارى جهده في ان هو يحاول يحاكي العبء الحراري اللي وقع عليه ده. هو كل العمليات الحيوية شغالة على آخرها في النبات. فالنبات يهمه في الأول إيه؟ القانون أو المش عارف مثل بقوله، إذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، تمام. النبات أساسا وقع عليه عبء حراري، الامتصاص والعناصر اللي بيمتصها النبات من الجدر، تمام، بيبدأ النبات يستهلكها في عملية ان هو يحاول يأقلم نفسه مع العبء الحراري دوت، مع الستريس دوت، تمام. العمليات الامتصاص العناصر بيحاول يحولها لطاقة، الطاقة دهيت ليه؟ علشان النبات يحاول يحاكي او يحاول يتعايش مع العبء الحراري او الحرارة العالية اللي وقع عليه، تمام. فالحرارة لو عالت زي ما بقول تاني اهو، الحرارة لما بتعلى النبات بيقع عليه استرس او عبء حراري، ضغط جامد عليه في ان هو عايز يعيش وخلاص، فبالتالي بيبدأ يستغنى عن تغذية ابنه اللي هي الثمار دهيت، وبيبدأ يحاول يكيف نفسه مع درجة الحرارة العالية عشان يضمن المعيشة. ولذلك لو أنعنا عنه المية هتبص تلاقي أول حاجة يسقطها هي الثمار، بعد كده الأوراق، بعد كده بتدخل على الساق، وبعد كده يبدأ ينشف من فوق لتحت. ده إيه؟ حب الحياة. قالت نملة يا أيها الذين ادخلوا مساكنكم. ليه؟ هي عندها حب حياة، أي كائن حي عنده حب حياة، تمام. طيب دي تاني حاجة، دي مش عارف رقم كام، احسبوها بقى. ديت ممكن تكون عندي مشكلة، يبقى المستوى الغذائي عندك ممكن يكون وحش، ممكن تكون صفة أساسا في الصنف، ممكن تكون درجة الحرارة عندك عالية زيادة عن اللازم فابتدى يحصل لي المشاكل دهية، تمام. ممكن لو التعداد عندك يكون زايد وانت ما بتغذيش كويس، برضو هنوصل لقصة هنوصل لقصة الحباية أو الثمار تكون صغيرة. أما دي حالة طبيعية خالص يا جماعة، تمام، وقلنا ممكن يكون الصنف أساسا طبيعته كده، ماشي. طيب علشان نحاول نهيئ نفسنا للقصة دي، ايه؟ نوفر درجة حرارة كويسة، تمام، نوفر درجة حرارة كويسة. على فكرة يا جماعة، ممكن كمان نتيجة بياض دقيقي مثلا يحصل في الثمار من تحت، يحصل للنبات قصدي من تحت، فبيبدأ نقص الورق، او الورق يحصل له عملية شيخوخة، او ان هو يحصل له تلف للاوراق المسنة، فبالتالي شايف الكلاستر ده
ده الورق اللي كانت هنا بتغذى عليها كلاستر، ده الطماطم دي الورق اللي هنا هي بتتغذى عليه. فانت لو شلت دي بدري او حصل مرض من الامراض ممكن الحبايه عندك تكون صغيره وما تكبرش، تمام؟ ولذلك انا ابتديت اقص هنا، بس ابتديت اقص لما وصلت لمرحله ايه؟ لمرحله خلاص اللون ابتدى يبقى احمر معاي. السؤال ده بيتسال لنا كتير. كمان نقطة مهمة جدا 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 يا جماعة، ملوحة التربة، ملوحة التربة، ملوحة التربة، ملوحة التربة أو ماء الري. طالما الإي سي عالي عندي تأكد تماما إن مهما كان الصنف الحباية بتاعته كبيرة أو الثمار بتاعته كبيرة لازم هيحصل لك مشكلة في الـ إن الـ الثمار عندك هتكون صغيرة. ليه؟ الملوحة أساس النبات ما بياخدش حاجته من المية كاملة. ليه؟ لأن في عناصر أساسا بتعيق عملية الامتصاص وبتثبت لي بعض العناصر وبتعمل لي استرس على النبات نفسه، على الجذور بتاعة النبات. فالسعة الامتصاصية بتاعة النبات نتيجة الملوحة العالية لا يمكن تخلي هاي النبات هينمو وهيبقى كويس. ولكن هل يقاس النبات اللي نامي في بيئة غير ملحية مع النبات اللي هو في بيئة ملحية؟ طبعا الكلام ده هو لا يمكن يحصل، تمام؟ دي مشكلة من ضمن المشاكل. إذن فبنوصي المستوى الغذائي بتاعك يكون كويس، تمام؟ الصنف بتاعك يكون الثمار بتاعته متوسطها كويس وانت عارف كده كويس. الملوحة عندك تكون كويسة. ما تقلمش الطماطم بدري الا اذا ضمنت ان الثمار بتاعتك وصلت لي مرحلة اكتمال نمو او وصلت لي اللون ده هو. اذا كان العدد الثمار عندك حاسس ان هو هيعمل عندك مشكلة والتغذية عندك مش مظبوطة، ياريت تحاول تخف شوية. يعني لو دول 12 نخليهم مفيش مشكلة 10 أو 9 أو 8. ليه؟ لأنه هعوضها لي في الحجم، زي عملية التهدير اللي بنعملها في البطيخ. يعني أنا لما بزرع بطيخ النبات الفدان فيه 5600 نبات، تمام؟ أنا لو هسيبهم على ما هم ممكن ناخد منهم حوالي 4 5 أو 6 بطيخة أو ثمار بطيخ من النبات الواحد. يبقى أنا لو جبت 6 في 5000 نبات تقريبا هاخد تقريبا في حدود 30 أو 35 ألف بطيخة. طيب دول إحنا مش عايزينهم، ما بنعملهمش كده، أمال بنعمل إيه؟ بنعمل عملية تهدير في البطيخ. معلش أنا طلعت شوية بس بقول لك على القصة إزاي تمشي. بعمل عملية تهدير في البطيخ. يعني إيه تهدير؟ يعني بشيل اللي طالع في الأول العرش بشيله، تمام، وبشيل اللي في الاخر وبسيب 2 أو 3 بكتيره في نص الثمار وبنتخبهم انتخاب كويس. والعمليه دي بتتم في مرحله يعني البطيخه بتبقى في حجم اللبونة الاضاليه كده. ببدا اشيل القصه ديت واغذي كويس، ابص الاقي البطيخه جابت لي فوق ال 10 كيلو، يبقى انا كده استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت. استفدت في ايه؟ الاوزان بتاعتي كويسه، الكواليتي كويس، الصفات الصفات التسويقيه بتاعتي اصبحت كويسه. بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده هوت، ويعني بحاول اشرح لك من ارض الواقع علشان ما تقولش الراجل ده قاعد في المكتب. انا عمري ما شفت المكتب اصلا شكله ايه. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. تقريبا يعني اخر جمعه في رمضان. شكرا لحضراتكم، بتمنى لكم التوفيق جميعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.